الله ترتفع دائما. وقتها ما كانش حد يتذكر 59 دي خالص، يعني ما كانش حد موجود. فاعتبرنا يمكن دي اول بطوله هتاخدها مصر النظام الجديد. يمكن زمان كانت تلعب ماتش واحد وتلعب على النهائي بعد كده، لكن كان نظام مجموعتين. احنا عانينا في البطوله دي، عانينا جامد جدا. البدايه كانت تفتح يوم جمعه، صلينا الجمعه خرجنا من الفندق على المسجد، كانت الماتش بدري الساعه 2 على ما اعتقد الافتتاح او حاجه زي كده. اول مباراه اتغلبنا 1-0 في الافتتاح. شوف بقى المشكله الكبيره جدا. هو كان السنغال وفوجئنا، يعني كان عندنا ثقه كبيره جدا وبنلعب في ملعبنا واستاد القاهره ومش مقدرين السنغال. خطره جدا، خطره جول في دماغه. انا فاكر انا ما نزلتش على العشاء يوم، حرمت نفسي من الاكل، لاني ازاي نخسر ارضنا، ازاي البلد تكون كده، ازاي نحرج جمهورنا. لعيبه مصر كالعاده كان ايه، واحد من الزمالك واحد من الاهلي واحد مش عارف ايه، لكن ما كانوش فيه الانسجام او الخضه او الثقه اللي جات لهم بعد لما خسروا اول ماتش. خساره اول ماتش ده هو اللي وحد الصفوف. قعدنا مع بعضنا بعد الماتش ده، قدامنا ماتشين، ساحل العاج وموزمبيق، مفيش حل غير ان احنا نكسب. وعانينا في ماتش ساحل العاج، في الاواخر كسبنا بجول بهدف لشاوي غريب وبعدين هدف تاني جمال حميد، وبعد كده ماتشين 2-0 لطاهر ابو زيد خارج منطقه الجزاء. يلا يا طاهر، يلا يا طاهر، وطاهر رقص وبرجله اليمين. بين المغرب انا من المواقف اللي ما انساهاش ان كابتن شحته كان بيبكي واحنا نازلين المباراه، والمغرب كان خرجونا من كاس العالم 2-0 هناك، والمغرب بايه بافرادها والمغرب بقوتها، وكان واصلين كاس عالم. قلت له خليها على الله يا كابتن شحته، هنكسب ان شاء الله. وكسبنا بعد طاهر ابو زيد. طاهر ابو زيد شاط بعد ماتش المغرب اللي كسبناه اللي قبل النهائي عشان نوصل النهائي، ما عرفناش نوصل الفندق خالص، فضلنا في الملعب ما عرفناش نوصل الفندق من الناس، شالوا الاتوبيس. ووصلنا النهائي مع الكاميرون، والكاميرون وما ادراك ما الكاميرون. كان في جيل كبير جدا في الكاميرون، ميلا والجيل العظيم بتاع الكاميرون، وكسبنا في ضربات الجزاء، وكان في توفيق، كان ممكن يكسبونا.